هاي شيف. هاي ملك. شو اليوم رحلتنا على إيطاليا؟ اليوم أكل إيطالي من المطابخ اللي كتير العالم بيتحمسوا لها فعلا ومحبوب كتير بكل تقريبا بكل الكرة الأرضية، كل العالم بيحبوا الأكل الإيطالي. وما ننسى أن الأكل الإيطالي حتى هو عامل إنفلونس على كل على كتير مطابخ بالعالم. مزبوط. فاليوم حنعمل تارتا روستيكا، كيش مثل كيش الفرنسوية بس تنعمل هيدي بإيطاليا، يعني تارت روستيك، تورتا ريفي، يعني بتنعمل بالأرياف، أكل بيت عادة، يعني بنعمل لنقول عند المزارعين، فهيدا ريفة. هنعمل تشيكن سالتنبوكا اللي هو صحن كمان كتير مشهور، بس هذا الصحن هو بإيطاليا هلأ موجود، بس أصلاً كان بنعمل بسويسرا، بنعمل بكذا بلد، بس أكتر شيء بلد بيستعمله هو إيطاليا. هو بنعمل أصلاً بالفيل الأبيض، نحن اليوم عليه بالدجاج. هنعمل كمان آخر شيء سامي فريدو، اللي هي كلمة سامي فريدو يعني نص مثلج، يعني بوزة مثل البوزة تنعمل بس هي نص مثلجة. من بعد ما تنعمل تنحط بالفريزر، بس ما بتجلد مثل البوزة، بتضلها تحسيها مثل العصير شوي. لا لا مجلد، يعني مجلدة بس مش مجلدة. يعني عندها بادي ستراكتشر بس مش مثل الايس مثل كريم. الفريسكو. لا اكثر بعد. اكثر شوي. يلا هلا حنبلش بالتغذية الروستيكا. حناخذ اول شيء نعمل العجينة. يلا العجينة بدها ترتاح شباري شوي. هنحط طين على طول. بتشوف في اقبال من كل العالم على المطاعم الايطاليه. ايه لانه مطبخ شو بيقولوا سهل شيك يعني. بقلبه كثير خضر، بقلبه كثير الوان، بقلبه كثير طعمات حلوه. ايه وطعمته سهله يعني. مش معقد. واهم شيء انه طعمته يعني الاكل اللي بيستعملوه، عم البهارات اللي بيستعملوها ما بتطغي على الاكل. يعني الاكل الايطالي بيعتمد على شغلتين، على الفريش. اهم شيء انه يكون الاكل فريش، يعني المواد اللي بيستعملوها على طول طازه، وسهوله الطعمات، ما تكون معجقه، ما تكون في كثير بهارات. مطبخ سمبل يعني بطبعه. فلذلك العالم بيفهموه اكثر وبيحبوا طعماته، لانه كمان خصيصا عندنا بالبلاد العربيه هالخضار معروفه كلها سوا، بس بنستعمل فيها الطعم التلياني. وحتى نحن بنحب الاجبان يعني، والمطعم والمطبخ الايطالي غني بالاجبان 100%. غني كثير بالاجبان. مش بس غني بالاجبان، غني بالخبز كمان. مزبوط. كمان هيدا عنا نحن ببلادنا بنحب الخبز، ف يعني بنحب الاكل الايطالي. هلا زيت زيتون اكيد، الزيتون عندهم كثير، بس لتعرفي مثلا هن التليان الخبز اخذوه من اليونانيه، ما اخذ مش هن اللي اخترعوا، يعني جابوا الخبازين اليونانيه عملوا خبز بسيسيليا. المطبخ الايطالي كله بلش بسيسيليا اساسا. اول كتاب طلع من سيسيليا اللي هي بجنون. حلو. وهيك لبس للمعلومة العامة، العرب كان لهم كثير ايد فيه، لانه كان في من خلال التجارة والرحلات، العرب هن فوتوا السبانخ على الاكل الايطالي، فوتوا اللوز ما كان موجود اصلا مثلا.